الى وصل هذا الفيديو هذا 20000 لايك حدوس غادي نلبس جلوه شحال من جلده ناري. ديما عندك ما دير بها غتشد غادي تلوحها. واو شبالك في هادشي اخي ايوب بحال الشعه فهم دابا كيولي هو ابراهيم. ويلي ويلي سعد اش الدراري خدام سارينا لا لا هذه غادي تكون احسن لبسه هذا العام هي هذه اللي تصوبات قدام. لا صاحبي قويت الوسط الوسط هذا ما كاين هذا الشيء هربان عندك سير وما تخاف والو واضرب شي الفكره اللي مش عارف هذه وانتم كتقولوا لي ديرها. المهم كما كتعرفوا كاملين انا ساكن في مدينه اكادير والاجواء ديال اكادير في العيد ما كيكونوش بحال اي مدينه اخرى الدراري. كما كتعرفوا كيكون بوجدود كيكونوا بزاف ديال العيبات اللي هرباني ديال بصح. داكشي علاش اليوم الدراري قررت اننا الدراري غادي نوريكم اللبسه ديال بوجدود كيفاش كتصاوب من ا حتى الزد باش انتم الا بغيتوا تصاوبوها تعلموها الدراري. وبطبيعه الحال في الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم الاحتفالات وداكشي كامل. المهم الدراري كنبغيكم كاملين ما تنساوش معكم لايك تابونوا فعلوا الجرس وخليكم الدراري مع الفيديو. انتم الدراري كما كتشوفوا اخيرا وصلنا للبلاصه ويلي ويلي ويلي. وكما كتشوفوا معنا اول واحد في العصابه هو شكون سعدوش ومعنا شكون علي ومعنا شكون عبد الله. اليوم بعد هاد الجوج هادو غادي يشوفوا واحد اللعيبه اللي ما عمرهم شافوها في حياتهم. اما سعدوش الدراري كما كتعرفوا راه دابا سعدوش راه عامين في اكادير راه ولا فهمتي صافي راه ولا ولد اكادير الدراري. اليوم واخيرا وليس اخيرا غادي تشوفوا كيفاش كيتصاوب بوجدود اللي كلشي كيدوي عليه دابا في العيد. باش تكونوا عارفين الدراري جميع المدن اللي كيكونوا في المغرب بحال اش نقول لكم بحال قلتوا نهار العيد كيشدوا من الملال الملال كاين ولا ما كاين الا اكادير الدراري الا اكادير الدراري راه كتكون بالبلاد يا بصح راه سيمانه مورا العيد وانت راه كتوصلت 14 يوم. شوف اكادير ديما اكادير شوف اكادير ديما لا قوي قويت يا صاحبي قويت. المهم غير باش تكونوا عارفين واحد اللعيبه عندنا السي علي كيفاش دايره سعدوش مع بوجلود كيخاف الدراري من بوجلود داز وحدنا صعيب والطرق كان مش كيقول لك بغا يضرب ليك الا كان كيعرفني غيضربني الا ما كان كيعرفني. المهم اليوم الدراري غادي تعرفوا بزاف ديال المعلومات على بوجلود وهاد الجوج هادو راه غادي تصدموا ديال بصح الدراري. وغادي نديروا واحد البلان الا وصل هاد الفيديو هذا 20000 لايك سعدوس غادي يلبس جلود ويلي ويلي ويلي. المهم غيوصلوا الفيديو 20000 لايك كما قلت لكم وغادي نديروها. واليوم ان شاء الله راه غادي نديو بزاف ديال المعلومات غادي تشوفوا كيفاش كيتصاوب بوجلود من الزيرو كيفاش كيتلبس وغادي نصور لكم ان شاء الله شي لقطات الدراري ديال كيفاش الدراري في الاخر كتخرج اللبسه وكيفاش غيشدوا بنادم. شوف اليوم بالروجر اليوم البلبانه ديال بصح الله يتا شوف زاهي يا خوتي وزاهي يا خوتي ناري 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 انا لا اصدق ما تراه عين الدراري وكيفاش تلاقينا مع ايوب الدراري ربي سعدوش هذا واش ما كيغبرش اصاحبي ومودي الدراري عاد باش كنتلاقاو الدراري. المهم اخوتي كنبغي نشكر ايوب علاش حيت هو اللي جابني اليوم الدراري باش نصور لكم هادشي كيفاش كيتقاد. وغير باش تكونوا عارفين الدراري راه اليوم غادي نصوروا مع احسن واحد كاين في اكادير كيخيط كيخيط 10 سنين الخبره وترى اش من 10 سنين الدراري هذا اللي غادي نصوروا مع الدراري من احسن الدراري اللي قدامين في الدومين. ولكن شحال من عام قول لي شحال من عام اكثر من 10 سنين اكثر 15 عام كاع تقريبا و15 عام ممكن بالجدود عمره كامل هو في الخبره اي وهضر يلاه عنده 16 20 20 واو تبارك الله راه عمري هذا ولا الدراري. المهم اليوم اخوتي راه غادي يشوفوا بزاف ديال اللعيبات اللي هرباني ديال بصح وغيشوفوا داك الشيء كيفاش كيتقاد من ا حتى الزد. اليوم زاهيه بالروج ولا انتم الدراري كما كتشوفوا في التليفون هذا السيد اللي غادي نوريكم هو راه لبس فين انت في 2003 العام العام اللي تزاديت فيه. المهم كما كتشوفوا ها هو تبارك الله خبره ديال سنين الدراري غير باش تكونوا عارفين. واليوم غادي صاوب واحد اللبسه اللي هربانه ديال بصح شهر ديك الساعه 2003 صافي وانا ما عقلتش باش تعشيت لبعه. اليوم غتقاديني شي لبسه هربانه. دابا انا اللي بغيت نفهم واحد اللعيبه اللي صدماتني ديال بصح هو راه دابا غادي قاد لبسه وغادي تلبس اليوم هاد اللعيبه هادي. انا عارف بلي امبوسيبل انها تكون ولكن هو اليوم الدراري بالخبره ديالو بكل شيء وغادي تلبس اليوم دابا راه 8-9 غادي يخرج. واو 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 بزاف الدراري ولكن شوفوا تبارك الله راه من 2003 الدراري ولبس اول لبسه الدراري.
كيفاش انت 2003 كنت اكبر مني صاحبي وما تبدل والو صاحبي خاصك اللحيه والموسطاش الوحيد تشيره وين زكاك بوجه الثقافه داكشي شوف الثقافه من العرب المهم اليوم الدراري غادي تعرفوا بزاف ديال اللعيبات ودابا عرفتوا شنو غادي نوريكم غادي نوريكم جلود اللي جمع السيد زاهي يا خوتي وما جلود كما كتشوفوا الدراري قدامكم عبد الله يتصدم عبد الله ما فهم والو المهم كما كتشوفوا هادو راه باقي ما تقادوا ما والو ولا كيفاش غادي تشوفوا في الاخر انا صراحه راه تايق في السيد راه غادي يكونوا هرباني شوت بارك وشحال من جلد ناري ناري تبان لك اسعد اش في هذيك هذيك هي احسن وحده هنا وتخيلوا معايا هذه الدراري راه باقي ما وقع عليها والو الدراري وتخيلوا معايا غادي تلبس تخيلوا معايا هذه غادي تلبس وغادي تقاد بلبسه هربان ديال بصح ساعدوش اليوم شوفها باش تكون عارف راه جبتك عند احسن واحد كيعرف اخي احسن واحد شحال في عمري انا شحال في عمري شحال دابا طالع في 20 انا راه بقات لي شهر باش ندير 20 عام وتخيل معايا هو هذا العمر انا كامل اللي دوز وعنده غير خبره ها بالضحك راه السيد لبس فاش في 2003 اصاحبي المهم كما كتشوفوا ها هما خوتي هذوك اللعيبات دابا الدراري عرفتوا شنو غادي نديروا غنبقاو غادي معاكم ايطاب بار ايطاب باش تفهموا البلان كامل غير باش تكونوا عارفين الدراري راه ماشي غير اجي ولبس جلوث اكادير الدراري ضروري خاص يكون عندك هذا البادج هذا علاش اساعد باش يعرفوك بانك انتايا فهمتي من ضمن الجمعيه الا كان عندك هذا البادج كتخمم الجمعيه وداكشي نتوما فهمتوا شنو هو البلان المهم هذا راه كيفيد واللي ما لابسش الدراري بطبيعه الحال البادج راه ما كيقدرش انه يدخل لذوك الحفلات وداكشي على حسب الدراري باش ما يقدرش انه ينوض صداع وداكشي الدراري المهم كما كتشوف هذا هو البادج راه كيتلبس كتكون فيه سميتك والرقم ديالك كتلبس اسعد ويلي 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 صافي اش كدير صافي صافي شوف صافي صافي اخر مره اسمح لي اسمح لي ابا خوتي غادي نبداو في البدايات والشيف هو اللي غادي يبدا دابا قول لي شنو اول حاجه غادي دير دابا اول حاجه نديرو هي غادي نفصلوهم كاملين اي كلهم الطريقه باش كنفصلوهم اي واننا كنحيدو لهم هذا الكرش هادي الكرش هذا الكرش هادي كلها ما عندنا ما نديرو ما عندك ما دير بها كتحيد كلها كنحيدوها كتقطع بموس ولا بمقص ياك بالمقص غادي نتبعوها حتى نحيدو ليها كلشي هادشي كامل غادي تحيدها ونفصلوها ونجيبوها عبار ناخذها فهمت دابا فهمت دابا باش ديك الساعه كنبداو التلقي ديالهم ديك الساعات غادي تبدا تلقي المهم هاد العمليه هادي راه غادي دار على الاولى وغادي دار على هادو كاملين اللي كتشوفوا هنا يا الدراري باش تكونوا عارفين وموراها شنو البلان موراها غادي نغسلوهم ملي نغسلوهم غنبداو الخياطه القيمه دابا بديت كنفهم المهم اخوتي دابا هادي اول ايطاب غادي يبدا بها ودابا الدراري شنو غادي تشوفوا النتيجه ديال التفصال ويلي ويلي المهم كما كتشوفوا اللهم بارك داك الشيء هربان دابا اشرح لينا الشيء اشرح لينا كيفاش دابا من بعد ما حيدنا له هذيك الكرش ايه ها هي دابا الكرش حيدناها هاد الكرش كتحيد كامله ها هي كما كتشوف خاويه من الزغد هذه دابا هذه ما عندك ما دير بها غتشد غادي تلوحها ها انت دابا بديت كنفهم هاد البلاصه ها هي دابا حليناها كلها حليناها ياك ايه من بعد فاش تغسل عاد تبان مزيان ها غادي تغسل باقي الدراري وغادي تولي هي هذيك تبارك الله دابا غادي ولكن راه التقطيع راه تبارك الله هي الخبره الخبره ساعدوش بالرجل كتلعب دور المهم غتشوفوا نتوما في الاخر كيفاش غادي تكون لبسه المهم اللي كنأكد لكم هو ان هادشي غادي يكون هربان ياك باينه سا باينه باينه عرفتوا الدراري اليوم راه عندنا تماره ديال بصح ساعدوش كما كتشوفوا ها هو السي ايوب دابا البلان شنو اخوتي كما كتشوفوا جبنا الغدا باش نتغداو ويلي ويلي وريهم الطاجين واه شوف لك بهذا الشيء اخي ايوب وعرضوا علينا الناس الله يخليك ام بالطاق عرفتي الدراري السيد اللي جينا عنده والله الا تهلينا فيه ما كسعد زعما راه هو اللي تهلا فينا ماشي حنا المهم كما كتشوف الخبز ديال الدار داك الشيء هو هذاك شتي كنت بحال لا قربتي بحال بغيت تقصي المهم اخوتي ان شاء الله غادي نتغداو وغادي نكملوا الخدمه في داك الشيء حيت صراحه فيه تمر ولكن بالرجوله كي جاك هذا الشيء اخي ايوب والله الا غادي بزاف بزاف عرفتوا النتيجه في الاخر الدراري غادي تصدمكم ديال بصح ودابا الدراري كما كتشوفوا اللقطه ديال الغسيل هذوك الجدود هذوك كاملين غادي تغسلوا كاملين دابا غادي تدخلوا تما وغادي يبدا يشتغل هما ويقعدوا مزيان باش تطلع اللبسه هربانه ديال بصح انتم كما كتشوفوا هذا هو المختبر ديال العمليات دابا قول لي الشاف شنو غادي دير دابا نغسلوهم اييه غادي تغسلوهم بأوني اوني حيتاش كيدير الرغوه باش كيدير الرغوه باش يتنقاو مزيان فهمت دابا كاملو كتحيدو حيت كيكونوا مكرفسين ولكن بعد ما كتبقى فيهم لا ريحه لا والو حيتاش غنديروا لهم صنصيل ويلي ويلي صنصيل وهذا راه هذا ما غسلش فيها صاحبي هذا كيدير واحد الريحه زوينه وكيعطيهم واحد بحال الشعه فهمت دابا كيولي ويبريو يبريو بونتي صافي فهمت دابا شنو هو لا بريون دابا غادي تغسل فيهم دابا نيت دابا غادي ورينا كاع الطريقه كيفاش كيتغسلوا اول حاجه شنو كدير كدير اوني المسهل اوني ساعدو شي الدراري هو كيتعلم باش العام الجاي ساعدوش غيصاوب الراس باش تكون عارف وفينا عبد الله هاني كي جاك هادشي في الرجوع
صعيب ولكن بالرجوله هربوا. لا لا هو هذا الدري هانتوما كيما كتشوفوا دابا راه جالس اخوتي كيعمرهم وغيولوا مرغوين عرفتي مع هاد اوني هذا اش كيدير الرغوه راه بزاف واحد القضيه باش يعرفوا الدراري راه ماشي اليوم اللي كيغسلوا فيه ما من شحال هادي قول لهم شحال دابا وانتم كتغسلوا فيهم ضروري ثلاثه المرات شحال تقريبا فيهم ملي كيجيو كيبقاو راه بزاف ديال الناس اخي ايوب راه كيصحاب لهم شي تسلسل واش بلي راه بنان ما غير طق كيمشي تحيد الجلد راه داكشي كيصحاب بنات ولكن راه فيها داكشي تدبغ ويلي ويلي سعد اش الدراري خدام هذيك اسعد. المهم اخوتي دابا هاد الجلدات هادو راه غادي تنقاو ديال بصح وفي الاخر الدراري راه غادي تصدمو ها هو كيدير لهم دابا المشطه كتعاونك باش انك تحيد له السخيان وكتحل الزغبه ناضي في الاخر ويلي ويلي كي كتولي الزغبه كتقول واش دير لهم شي شوار كاين الله الا كاين ما كاين لا شوار لا والو راه غير كيتفيناو مزيان بالحكاكه باش كيجي الدراري هادشي راه هربان ولكن فيه الخدمه فيه الخدمه. المهم اخوتي دابا غادي نخليه يغسل وموراها الدراري غنوريكم داكشي كيفاش غادي يكون في الاخر. والله الدراري تصدمنا السيد اللي جينا عنده قسم بالله انا اخي ايوب بالرجوله والله ما فهمت شي حاجه. شوفوا الدراري هذيك اللي بانت لكم كانت مكرفصه شوفوا كيفاش ولات وا ترى ما يمكنش الدراري دابا حتى الشعر احسن من شعري شوف الفرقه ويلي ويلي. المهم تشوفوا دابا هذا الشكل هذا اللي قدامكم كيبان لكم نقي ها كيفاش كانت الدراري شوف هذه مازال ما دارتش لاسانسي هذه باقي ما دار لها والو كما كتشوفوا شوفوا مورا ما دار لاسانسي كيفاش ولات وا بالرجل ايوب اليوم جبتيني البلاصه هربان والله انت جبتيني البلاصه هربان ها انتم كما كتشوفوا دابا راه خدام فيها مرحبا بك الله يحفظك ليا الله يعزك ليا جاي يشوف بوجلود مرحبا الله يحفظك ليا كاملين احسن واحد كيف اكادير الدراري شوف كي ولاو الدراري هادو دابا هادو باقي ما طرا لهم والو انتم كما كتشوفوا قدامي شوفوا هادو كيفاش ولاو الدراري دابا ويلي 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 داكشي ناضي باش نشوف تقول واش درنا ليه الشيشوار ويا صح ما كاين لا شيشوار لا والو اش شوف خليت حتى الاخر يشوفوا النتيجه غيتصدموا بنادم ما غادي يفهم والو ها انتم كما كتشوفوا دابا الجلود اخوتي بداو كيتستفوا ويلي 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 المهم كما كتشوفوا داكشي راه هربان ديال بصح وكما كتشوفوا راه تنقى دابا قول لي الشيف علاش درتي لهم هاد السيفه هادي بالضبط حيت جاتني في شكل فهمتي درنا هكا دابا باش نشوف الجلدات اللي هيجوا في التوجيه اي جو في التوجيه اللي غادي تجي في الرجال واللي غادي يجوا في القدام هما اللي هيجوا في الوسط ولكن هاد اللعيبه هادي ماشي ساهله خاصك تعرف وتحط الاختيار صحيح ضروري كتشوف الزغب ديال الجلده والجلده الكبيره واللي ناقصه عليها شويه دابا وين هي اللي غاتجي مع الكبيره بالروز ولا هادشي هادشي صدمني هادشي هما الدراري راه باقيين جالسين كيتقادوا خوتي هادشي راه فيه تما راه عرفت شحال وحنا جالسين راه شي 4 سوايع تقريبا باش نطلعوا اللبسه اللي غادي تشوفوا اليوم دابا غادي نبداو الخياطه ان شاء الله دابا الخياطه المهم اخوتي دابا عرفت شنو غادي نديروا غادي نبداو الخياطه وصدماتني واحد اللعيبه اللي دارها بالرجوله ما يمكنش الدري شوف تبارك الله دار اخوتي هذيك اللعيبه تما كما كتشوف واحد الخيط فين غادي حتى لتما علاش درتيه بالضبط هكا علاش دابا حنا قطعنا على جوج اييه علاش غادي نشدو الجلده اييه من هنا اها ونعقدوها اييه ونعقدو مع اختها باش تخيط راسك اييه وشد لينا عاوتاني من اللي على قول الله لكم شد لينا جوج دراري بحال واقف واحد هنا واقف فهمت يعني تقدر تخيط راسك بلا ما يعاونك حتى شي واحد ما يعاونك تبارك الله والله الا شوف تبارك الله عرفتي بالروج ولا عرفت واش ما صدمكم عرفت شنو تخيط راسك راه ماشي شي حاجه ساهله هو دار عاوتاني اخوتي هنا واحد الخيط اخر كما كتشوف الروج ولا هادشي هربان اسمح لينا السي ديالنا الله يحفظك لينا احسن واحد الدراري باش يجي يتصور مع فيديو بحال هكا راه فهمتي راه ما كاينش غادي يخليك تصور هكا زاهي اخوتي شبان لك السعاده هادشي ويلي ويلي سعدش سعدش تعلم هو عصام الله يحفظك لي اخي عصام الله عمر هذا شوف شوف علي احسن خيال في اكادير سالينا فمن احب وكره من كان سالينا وما تقطعش علي في الفلوس لا لا هذه غتبقى والله تا غتبقى بالله الله ودا عصام ولكن شوف انا كتبان لي بلي غادي تكون احسن لبسه هذا العام هي هذه اللي تصوفات قدام حيت راه شوف الخبره راه كتلعب دور راه انا كاين عاوتاني شي حاجه جديده شوف الاخر عاوتاني شوف حنا ما غاديش نكثروا الهضره الاخر الدراري راه غادي تشوفوا داك الشيء كي غيخرج وحاجه اخرى اللي كيديرها علي كيديرهاش بزاف تاع الناس دابا فاش كيشري الجلد كيشدو كيلبسو ديريكت هادو راه كيديروا الفصاله عاد كيديروا الخياطه انت دابا هذه اللعيبه اللي عجبتني انا بالروح يعني كيدير الفصاله ديال جلد خدمه احترافيه يعني راه كتكون فيها تمام راه باينه لكم الدراري غير مزغبه شوف كيفاش ويلي ويلي فراسك راه يلا غنقيس وكيفاش داير الماء وما يمكنش اصاحبي عرفتي الدراري كيفاش داير اخوتي الملمس ديال هادشي راه ما يمكنش والله حتى هربان والله حتى هربان غادي نزيدو نشوفو هادو تقول واش شوشوار راه ماشي شوشوار راكم شفتو في الفيديو راه ما كاين لا شوشوار لا والو وشو كي ولات ها
راه هما الدراري كما كتشوفوا راه باقيين خدامين في داك الشيء راه زاهي خوش. ها انتوما الدراري كما كتشوفوا راه بدا كيطيح الليل. المهم كما كتشوفوا هنا هذا هو الخيط باش كيتخيطوا الجلود الدراري. ها انتوما كما كتشوفوا ها هي الخياطه راه مصروعه ديال بصح. وتخيلوا معايا راه خيط هذا الشيء الراس. ها انتوما الدراري هذاك الشيء ما كيبانش، عرفتوا كيفاش غيبان في الاخر هربان خصوصا فاش تشوفوا الجلد. المهم كما كتشوفوا راه الليل دابا راه باقا خوش الخدمه عندنا ديال بصح. ها انتوما الدراري كما كتشوفوا سعد واش لابس هذه اللعيبه هذه كتكون من لي زاكسيسوار اللي كيديروا بوجلود الدراري كما كتشوفوا هاي الدراري. المهم هذه شنو كتسمى؟ كتسمى ايسلي. ايسلي الدراري وهذو راه من التقاليد ديال الامازيغ الدراري القدام كما كتشوفوا. وهنا كاين الدراري هذه اللعيبه هذا الزيف هذا حتى هو راه كتشوفوا الدراري شنو كيتسمى؟ القطيب. وكاين عاوتاني واحد اللعيبه اخرى نوريها لكم، ها هي هادي كتسمى الشداد. المهم كما كتشوفوا الدراري هربانه ديال بصح. هادشي راه من الثقافه القديمه اللي غنلبس ان شاء الله. إيه؟ هذا غيجي هكا. لا صاحبي قويت والله الا بصح كيجي هكا وهذا كيجي هنايا ربي بصح. واش هادوش عندهم هادشي؟ صدمنا عبد الله يسعد والله الا سعدوش عندهم هادشي. المهم الدراري كما كتشوفوا راه اللي شحال كنا معولين غنبقاو ماشي ساب ساعه كيك ساعتين وانت راه عرفتي شحال حنا هنايا. انا كنصحاب ليا راه غن داكشي واش قلت خونا غير غادي نلبس. لا لا تا داكشي راه غادي نقادوه من الزيرو راه ما كاينش. شوف بحال ديال الله راه ما كاينش في يوتيوب باش تكونوا عارفين الدراري راه من الزيرو وباش تكونوا عارفين راه كاينين الاسرار الاسرار ديال هادشي باش الناس اللي باغيين يصوبوا داكشي يقدروا انهم يتعلموا ويستافدوا وداكشي كامل. زاهي يا خوتي هذيك السي علي فين وصلتي دابا؟ دابا الخياطه. دابا حنا الخياطه دابا من لمسات الاخيره باش يطلعوا لبسه هربانه. دابا الوسط 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 هذا ما كما كتشوفوا. انا اللي صدمتني عرفتي شنو اخويا عاد؟ صدمتني الخياطه كيفاش خيطتي. تبارك الله تبارك الله عليك خيطتي خياطه هربانه. سرنا في الخيط. شوف 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 الخيط ماشي هو هذا باش كنخيطوا نورمالمون. ماشي هذا باش كتخيطوا؟ باش كتخيطوا نورمالمون خيطوا بالقطن بالقط. هذيك ديال الطرومبيه هي هذا كنشدوه كنسربوه عاد فهمتيني. ولكن هاني وشوف المهم في الاخر طلع لبسه احسن لبسه ديال هذا اللعب بالرجول. وكنبغي نشكرك والله عرفتي علاش؟ حيت اليوم راه عطيتينا شي ديزانفورماسيون اللي ما كاينش اللي غادي يعطيهمنا باش تكونوا عارفين. هادشي اللي وريناكم في هذا الفيديو راه ما كاينش. العام الجاي شوف ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله غيصوب اللبسه اللي غادي يلبس سعد واش عاوتاني. سعد واش ولا باغي يلبس كل عام اصاحبي؟ ما تخافش. اه الله عمر هذا والله الا الله عمر هذا وراه وقدامه وح قرب راه والله الا عارف اللي كاين. وعصام الله عمره هضر حتى هو الدري راه حبينا في الدار راه غدانا دار لنا كل شيء الدراري. الله يعزك لي اخي عصام راه باش كل عارف راه عصام ساكن الدراري حدايا وانا ما كنعرفو حق اول نهار غادي نتلاقاو جا راه حبينا جبت الدراري كاملين معايا. زاهي المهم كما كتشوفوا راه باقيين الدراري خدامين ودابا راه الليل الدراري تشوفوا. ولكن المهم في الاخر طلع لبسه هربان سالينا سالينا. ها انتم الدراري كما كتشوفوا دابا راه في يدي التليفون ديال ايوب. شوفوا الدراري الوحده بيلا طلعت مع هنيشان. واو واو تخيلوا معي الدراري من ربعه من ربعه هاد العشيه شحال ايوب من ساعه تقريبا؟ دابا 9 غنكملوا 11 ساعه. واو واو تبارك الله هادشي كامل الدراري باش نطلعوا اللبسه تعبوا جديد. عبد الله بدا كيجيني الناس عرفوز بزاف والله الا بدا كيجيني الناس. ها انتم شوفوا الوحده الدراري ما واكلين والو ما والو ومن الصباح وحنا جالسين خدامين في هادشي هما كما كتشوفوا راه الدراري كامل. زاهي خوتي ولكن المهم في الاخر غادي يطلع ان شاء الله شي حاجه اللي غادي تكون اربوش الناس اربوش ديك الناس. ها انتم كما كتشوفوا السي عصام لبس اللبسه الدراري. المهم اللبسه بالرجل هربان ديال بصح هذا راه باقي غير النص راه باقي ما تقادتش كامل. فاش غتقاد كامله غادي نوريها لكم. المهم دابا كما كتشوفوا ها هو داكشي هربان عندك عييتي خويا شبيه عصام سخاف الدراري والله ما ساهله بالله تلبس هذا الشيء قسما بالله. لا لا والله ما نحيدها صافي نعس نعس جيب لي وسادة غنوريكم دابا الساعة والله تا غادي تصدموا الدراري. ثلاثة وحنا باقيين اخوتي خدامين. المهم الدراري دابا اللمسات الأخيرة كما كتشوفوا ها هو خويا عصام دابا الدراري راه جالس كيلبس. المهم اخوتي دابا شنو بقى؟ بقى غير هاد الخياطه هادي اللي غادي يخيط دابا وغادي نخرجوا ان شاء الله وغادي نبلبلوها واخا راه تعطلنا تا هو باقي ولكن شوفوا اللبسه كيفاش دايره الدراري. ويلي 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 عرفتي الدراري هادشي غيعرف قيمته غير اللي ولد اكادير واللي عزيز عليه بوجلود الدراري. واخيرا واخيرا اللمسات الاخيره الدراري
تخيلوا معايا 12 ساعه حنا جالسين كنحاولوا نصاوبوا في هادشي. المهم في الاخر الدراري غنوريكم اللبسه كامله عرفتي الدراري عينه ديال بصح الدراري جالسين مشاو هاتوا الدراري صراحه مغيري فين المود ديال الجوع واش غنلقاو شي حاجه ناكلوها. الله علي قال لي نقدر نبيع ديورنا على الماكله دابا في الله علي ديموت قيه ها جوا كيف كتشوفوا الدراري راه جالسين اخوتي دابا كيقادوا اللمسات الاخيره ان شاء الله باش اخوتي تشوفوا اللبسه كي داير. ناري ناري سعد واش اخوتي مخلع ديال بصح دابا بلا شنو هو الصباح حنا جالسين كنتسناو يصوب في الاخر الدري تقلب علينا. شوف هذا شوف شوف هذا خايف شوف هو غياك العصا. سير سير ما تخافش على حسابي سير سير عطيني مو عصا عطيني مو عطيك سير سهل ما تخاف والو صاحبي ما تخاف والو يضربني بيت يضربني بيت مالك مالك اخي ايوب ياري ايوب الدري يضرب في ظهره ياري ارفشك عرفت الدري ايوب عطاه واحد الضربه راه والله ممكن وانا براسي راه كليت راه عطيتو صاحبي راه عطيتك صحابي سهل يخرج على حسابي وما تخاف والو يضربني بيت ما عنديش مشكل وشوف وعلى حسابي شوف ما تخاف غير ضرب كليتيها شو عيني دمه واه تدري والله صدق اخي ناري ربك جاتك اخويا ما تيش يلا سعد خل وكون راجل خرج يلا ميلي ناري سعد خاف الدراري الله يلا خاف باغي تضرب المعزه ناري ناري ربي شوف فيا شوف فيا شوف فيا اه شو عيني كيف كيف ناري والله صدق انا ما في والو والله ما في والله صدق قاف الدراري ما والله المور المهم اخوتي دابا غادي يخرجوا يلا خرج سعد انت واش باغي تبات في ضهر الدري والله اخويا ما غيقيس قسما بالله ما عنديش واش كيكره عليه سعد واش خايف الدري والله مين كان شوف قال لك ما يضرب والله اخويا ما غيضرب قال والله صافي يلا سير 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 هاو هاو ضرب 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 هاي سير قال والله قال والله عبيد عبيد سير والله ضرب شي نفكر ما ضربني بيدك يلا يلا الدراري خرجوا يلا يلا الدراري خرجوا يلا 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 واش الدراري صباح الخير هذا النهار الثاني الدراري. المهم البارح صراحه راه كان الزاهي ديال بصح واخا خرجنا معطلين وغيصل هذاك الشيء ولكن الدراري غنخليكم مع شي لقطات اللي تصوروا ديال البارح الدراري وصراحه كان التصوير صعيب تما الدراري علاش حيت الدراري بنادم كاين كثير ديال بصح الدراري وكل شيء زاهي كل شيء فرحان كل شيء ناشط هذا الشيء كاين الدراري بلا كثر الهضره خليكم مع الفيديو وفي الاخر غادي نديروا الاحتفال ديالنا احنا بالطريقه ديالنا بوحدنا زي اخوتي انتوما كيما كتشوفوا ها هي الزنقه اخوتي دابا راه الخمسه ديال الصباح باش تكونوا عارفين الناس راه باقيين شويه جالسين كيدوروا الدراري دابا البلان شنو بغينا نختموا الفيديو تو دابا غادي نديروا واحد البلان الحفله ديالنا ناري ناري سعد واش سعد واش غيشعل العافيه سعد ناري ناري سير سير سعد سير او سير فيلي زيد زيد مزيان ضرب مزيان او شش شش ويلي ناري شعل العافيه ناري شعل العافيه عطيه 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 خاطر جديش ناري 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 شي الناس اللي عاسين اخوتي وحنا مبربلينا ناري ناري عطيني عالي عطيني عالي تو عطيني عالي تو ناري ناري شكر زدينا الزنقه شكر زدينا الزنقه عطيه عطيه يشد عالي ديك اخشو مخ اه يا اه يا اكما جايين الدراري شي بوليس ولا شي حاجه
دراري كيجي دراري بولي صلق الله 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 كوزمانا ليكم كون ما كناش ياه طلع الليفل فوق فوق باش تخصك سانسو باش كان علق كيحسبو حيطام عين في خيالي شدو هاتشي راب فانتاسك حين تفيك قايتي في بلاسك وقالي فيك هاكو بينيس كلعبو بيكم راكيطة وتينيس